بالنسبة للآية، هي واحد طفلة من فاس، العمر ديالها 15 سنة وبعض الشهور. هي تعرضت للتغرير اللي أدى بها لأنها اغتصبت من طرف واحد الشاب ابن مدينة فاس، أيضا كيبلغ من العمر 26 سنة. هاد الطفلة هادي من سن 13 سنة وهي في يعني تحت تأثير هاد المغتصب، دخل معها في علاقة، غرر بها واحد المدة ديال 5 شهور. بعد ذلك يعني بشكل من الأشكال غراها وداها للبيت ديال والديه، وقام بالاغتصاب ديالها حسب التصريحات ديال الطفلة، أنه اغتصبها يعني من 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 الامام ومن الدبر للاسف. وبقات هاد العمليه ديال التغرير والاغتصاب مستمره مده ديال سنه ونصف، يعني هي مده سنتين وهي تتعرض لهاد الاغتصاب هذا. عندها الاب ديالها والام ديالها، ولكن الام ديالها من ذوي الاحتياجات الخاصه، ما كتسمعش ما كتكلمش. الاب ديالها يعني تاجر متنقل، الظروف ديالهم الاجتماعيه صعبه 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 اللي وقفنا عليها بشكل شخصي، اننا انتقلنا لفاس ومشينا للمسكن كهيئه حقوقيه دخلت على الملف، ومشينا وشفنا الوضع الاجتماعي اللي هو وضع صعب صعب جدا. يعني كاين مجموعه الامور متداخله اللي غادي نقدروا نقولوا بان هي السبب اللي وصلت ان هذه البنيته غرر بها في سن 13 سنه حتى وصلت 15 سنه ونصف وهي تتعرض للاغتصاب. هاد الاغتصاب هذا اللي كان يعني ما عرفوش به الاباء الوالدين ديالها، حتى كنظن جوج او واحد في شهر 9 في هذا الشهر هذا، في حين ان الملف ديالها او القضيه ديالها كانت رائجه على منصه اليوتيوب من طرف زوجة الخال ديالها، اللي كانت صلة الوصل او هي اللي عن طريقها تعرفت هاد البنيته على هاد المتهم بالاغتصاب، حتى نكون اكثر دقه هو متهم الان بالاغتصاب، باعتبار ان هاد زوجة الخال هي هاد السيد هذا هو جارهم او ابن الجار ديالها اللي كانت كتربطها بهم واحد العلاقه بحكم الجوره. وفي نفس الوقت انهم هذيك عائله المغرر والمتهم بالاغتصاب هي كانت عندها قناه كبيره، وهاد الجاره اللي هي خاله الزوجه ديال هاد البنيته المغتصبه هي عندها قناه صغيره. ففي اطار الدعم اللي تنعرفوه ما بين القنوات، كانت هاد زوجة الخال والخال صادفوا هاد الاسره، وفي خلال هذاك اللقاء يعني صادفوها باش تدعمهم ويصوروا معهم، تم فين شاف هذا المغرر وهذا المتهم بالاغتصاب، شاف هذيك الطفله اللي كان في العمر ديالها هذيك الساعه 13 سنه، وتما بدات القصه. كيف ما قلت لك بالنسبه لكيفاش يعني ان الموضوع ديال الطفله هي المغتصبه تطرح في منصه اليوتيوب دون ان يعلم الوالي والام الحاضنه بالموضوع مده ثلاث اشهر دابا، باش الموضوع ديالها راج وباش حنا عرفناه، لاننا حنايا كنا كنقوموا من خلال اللجنه ديال الرصد والتقصي كنرصدوا القنوات اللي كتروج للمحتويات اللي مخله بالاداب اللي تسيء للقيم المجتمع المغربي ديالنا. كان يعني هذا هو الملف الاساسي، حتى يعني لقينا راسنا امام هذا الملف هذا الرائج، ونكتشف بان هاد الطفله المغتصبه يعني هادشي كيوقع ليها في غياب تام لمعرفه الاسره، يعني الوالي الاب ديالها والام الحاضنه. ويعني من خلال يعني هاد العمليه او لجنه ديال التقصي والرصد لقينا بان مجموعه القنوات بدات كتناول هذا الموضوع، وان يعني البعض المغاربه المتابعين لهذه القنوات ملي خرجت هذه زوجة الخال وبدات كتكلم على ان هذه البنيته اللي هي يعني من العائله ديالها راه
اكتشفوا من بعد ربما في شهر 7 اعتقد من 2022، اكتشفت هي والخال بانها داخله في علاقه مع هاد ابن الجاره، وانه كانت واحد المحاوله باش يبعدوه منها، وفعلا هو قال لهم صافي ما بقيتش غادي نعاود. فهي وهي تحكي في لايف في مباشر يعني تقتحم حياه هاد الطفله، وفي غياب الاولياء الامور ديالها، وتتحدث عن هاد الامور وصافي، وتقول بان راه دخل واحد الشخص من الاسره ديال هاد المغتصب المحتمل او المتهم بالاغتصاب هو اللي قاد الامور، باعتبار انهم كانوا كيظنوا بان غير علاقه ديال بالدارجه صاحب، انهم يعني غير علاقه صاحب وصافي، علما ان هاد الطفله عندها 15 سنه، واكتشفوا ان علاقته بها العلاقة اللي دخلت فيها ملي كانت عندها 13 سنة، وأن هاد الشخص هذا عنده 26 سنة. يعني حنا هنا نتحدث عن فرق ديال 10 سنوات وأكثر، هنا ما يمكنش نهضروا على علاقة ديال غادي تكون غير شي علاقة عابرة وداك الشيء. فالغريب أن هاد الخال وأن هاد زوجة الخال ما تبادرش الذهن ديالهم أن تقدر تكون هاد العلاقة لها ما قبلها وما بعدها، بل أننا أحيي المغاربة اللي كانوا في هذه المنصة أنهم هما اللي طالبوها وقالوا ليها وباش عرفتي انتي بأن هاد السيد هذا ما اغتصبش هاد البنت، خاص دار ليها شهادة طبية، وبقاو كيطالبوها. وفعلا مشات هي هضرات في اللايف أعتقد في 16/7 في 2022، وفي 18/7 رجعات تحمل شهادة طبية بأن البنت ما وقع ليها حتى شي حاجة. الامر صافي يعني بعد تدخل واحد الشخص من اسره ديال المتهم متابع بالتغرير، لانه اعترف بانه يعني كان كيعرفها، وان كانت عنده واحد العلاقات جوج مرات حتى ثلاثه علاقه جنسيه سطحيه. صلحوا الامر، وهنا دائما الاسره غائبه عن ما يقع لطفلتها. غادي تدوز واحد تقريبا شهر او اكثر، ستقوم هذه زوجة الخال بالحديث في منصة اخرى او في قناة اخرى في اللايف عن هذا الموضوع اللي غيتيروه مجموعة القنوات او اصحاب القنوات اللي كانوا حاضرين في ديك القناة اللايف، واللي احنا كنا متابعين في اطار رصد هذا يعني ما يحدث في اليوتيوب. عاود طلعت وتكلمات، وإذا بالناس الحاضرة وبعض أصحاب القنوات اللي كنحييهم من هنا صراحة، وخا على القلة ديالهم الشديدة، ولكن كاين ناس اللي ذوي مروءات وناس اللي يعني في قلبهم الرحمة والإنسانية، قالوا لها باش عرفتي بأن هاد السيد اغتصبها يعني فض البكرة ديالها مثلا فقط، ربما يعني مارس عليها ممارسات شادة، وعلاش انتي خديتي هاد الاجراءات وتحملتي هاد المسؤوليه في غياب الاب وفي غياب الام؟ حيت الام هي ما كتسمعش ما كتهضرش، ما عندهاش اعاقه ذهنيه، يعني من حقها انها تعرف، لان ما عندهاش واحد اعاقه ذهنيه او مرض عقلي اللي حنا غادي نغتصبوا حقها ونغيبوها ونحيد، يعني انها تعرف اشنو واقع، ديك الساعه. باقي كنقولوا ان الاغتصاب ما كاينش، فيعني قامت الدنيا ولم تقعد. يعني اضافه ان كاين متابع المغربي ومتابعات، كانوا ناس من تونس، كانوا ناس من الجزائر ايضا، واش يقولوا لا فين هو الاب، حنا بغينا نعرفوا الاب. يعني وبعد تحت الضغط هاد زوجة الخال قالت لهم صافي انا غادي نتواصل معاه، باش اعتبر انهم قالوا لي حنا هاد اصحاب القنوات بغاو يصيفطوا الاعلام ويصيفطوا شي جمعيه وهذا باش انها تدخل، ونحن حنا دائما في الظل نرصد ما يقع. وانا شخصيا كنت اقول ربما جمعيه اللي هي غتكون من فاس هي التي ستبادر وتتحرك، ولسنا نحن اللي عندنا المقر في الدار البيضاء، رغم اننا هيئه يعني نشتغل يعني وطنيا، ولكن بقينا كنتسناو كنشوفوا فين غيوصل هذا الشيء. هي وعدت بان دخلنا في الاخر ان السيده ما بانتش، اختفات، سدت التليفون ديالها مده 24 ساعه اللي تعود عبر فيديو، هي دارت فيديو خاص بها
وام المغرر هو المتهم بالاغتصاب، تيخرجوا كل وحده في فيديو ديالها خاص في القناه ديالها. هذيك الام كتقول حنا مشينا عند الاب وتكلمنا معاه وشرحنا ليه وعطيناه الشهاده الطبيه وتصالحنا معاه، تحد ما يدخل فينا. زوجة الخال قالت نفس الشيء بان الاب خبار وكذا وكذا وكذا، وهو رافض انه يخرج يتكلم وهذا، وبغى يجمع الامر وان يجمع الموضوع، وانا ما عندي حتى شي علاقه، والاب ديالها خدا قرار انه غادي يسب. علما انها في اللايف الاول اللي علمات فيه على المشكل ديال الايه كانت كتصور هذا الاب هذا على انه قبيح وصارم. ملي قالوا لها علاش ما قلتيش الاب هذا الشيء، قالت لهم الاب قبيح ولا عرف يقتلها ويدير ليها ويفعل ليها. واش غنقول لك، هذاك الاب ملي تواصلنا معاه انسان بسيط، انسان طيب فوق الحد، انسان الا قلتي ليه شي حاجه وبينتي لها بان صحيحه يقول لك اه هي صحيحه، بينتي ليه انها غلط يمشي معك في هذه ويمشي معك في هذه. يعني الصوره اللي عطات لي انه وحش وانه 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 ما كيناش، انه ملي رجعوا بهاد الفيديوهات، وكيف ما قلت لك يعني بقينا كننتظروا حنا كهيئه، يعني عندنا واحد الميثاق اخلاقي وادبي، كنا نتسناو تما الناس ديال الفاس انهم يدخلوا، باعتبار ان حنا تما ما عندناش منسق ما عندناش ممثل تمايا. ف ملي وقع هاد المستجدات هذه وهاد الخرجه الغامضه وهاد الشيء اللي قالت هاد السيده، دخلنا حنايا على الخط وتواصلنا مع يعني درنا اتصالات ديالنا وداكشي، وصلنا للهاتف ديال الاب. من بعد منين وقع هذا الشيء، كان وقع ربما مهم يومين واش 4 ولا 3 وقع هذا الشيء. ملي غادي تعرفنا، حيت طلعت انا في هذاك اللايف واعلنت باننا كهيئه حقوقيه سندخل على الخط، غيكونوا اجراءات قانونيه. ملي الاب من بعد ملي غنتواصلوا معاه غادي نلقاو بانه هو ما كانش عارف، وانه صاحبه هو اللي شاف هذاك الشيء في اليوتيوب وعي وقال له راه ربما كيتكلموا على بنتك، حيت هذيك السيده زوجة الخال كتطلع يعني فيديوهات ديالها راه بالصوره ديالها، يعني هي صوت وصوره، تعرفت ولكن تعرفت ماشي من القنوات اللي خصها تعرف فيها. ان الاب اكتشف عن طريق صديق ديالو باللي راه شنو كاين، اتصل بهذه السيده هي اللي هي مرت الخال، قالت ليه راه جاب وراتو الشهاده وقالت ليه راه ما كاين والو هذا، ولكن رغم ذلك مشى اليوم الثاني اللي هو يوم الجمعه اعتقد 2/9، مشى وضع الشكايه في الموضوع. انتقلنا لفاس وتكلمت معها حسب ما يعني تم التصريح به بانه تم افتضاد البكره ديالها من اول يوم، وانه كانت هناك ممارسات شاده، يعني باقي الملف في سريه البحث، باقي عند قاضي التحقيق دارت، ولكن باقي دابا ما يمكنش التصريح بشنو كاين، باقي الملف عند قاضي التحقيق. راه ملي مشى حط الشكايه راه استدعوه وتعطى الامر للضابطه القضائيه انهم عطى الوكيل العام الامر باش البنت تعرضت على الطب الشرعي، وتعرضت على الطب الشرعي، وتم يعني من بعدها كان يوم اثنين، يعني الشكايه كانت حطت في يوم جمعه، يوم اثنين تم يعني الاستماع للمغرر والمتهم بالاغتصاب الان، وبناء على التصريحات ديالو تم المتابعه ديالو في حاله اعتقال، وتم الاحاله ديالهم بزوج على قاضي التحقيق في نفس اليوم اللي اجل الدعوه ل 11 اكتوبر. بالنسبه للتهمه الموجهه لهذا الشخص، وهو تهمه التغرير، لانه هو صرح عند الضابطه القضائيه وامام الوكيل العام بانه كيعرف الفتاه وان كان عنده بها علاقه، وان كانت هناك علاقه جنسيه، ولكنه اكد على انها علاقه سطحيه، في حين ان الطفله المغتصبه اكدت امام الوكيل العام بانه كانت، وبعد خروج يعني هذا الشهاده الطبيه، انه كانت علاقه كامله من الجهتين. دابا بالنسبه لنا حنايا كهيئه، ملي تواصلنا مع الاب
عطانا مؤازرة رسمية اللي خولتني نقوم مجموعة من الإجراءات، منها تكليف هاد المحامي اللي كان على مستوى فاس اللي هو اللي حضر مع الأب ومع الطفلة في التقديم، وقمنا يعني على مستوى ثاني بوضع شكاية في الموضوع اللي كي يسهر عليها المحامي ديال الهيئة في هيئة الدار البيضاء، إلى جانب أنه بالينا أن الطفلة آية كتحتاج لواحد المواكبة نفسية، فقمنا بالاتصال بطبيب خاص اللي مشات عنده وخضعات لواحد الجلسة قبل التقديم بيوم، خضعات بالجلسة علاجية ولأكد لنا بأنها في واحد الحالة نفسية صعبة جدا، إلى جانب أنه تم الهيئة تواصلت مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الممثل في اللجنة الجهوية من بجهة فاس مكناس اللي مشكورين تفاعلوا مع الملف ديال آية، وتم استدعاء الأب والطفلة والأم والاستماع لهم وتكلفوا بوضع شكاية سنتحدث عنها، هي شكاية التشهير، لأنه ما دام أن الملف في القضاء فهم ما غاديش يوضعوا ثاني واحد الشكاية ما فادوها التغرير والاغتصاب، وإنما غادي تم وضع المجلس الوطني في الممثل باللجنة الجهوية فاس مكناس أنه غادي يوضعوا شكاية ديال التشهير، وهذا موضوع غادي نرجعوا ليه من بعد. كما أحالنا حالتنا اللجنة الجهوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان على جمعية اللي هي جمعية المبادرات لحقوق النساء، هاد الجمعية اللي تكلفات بالطفلة وبالأسرة فيما يخص يعني الأم وحتى الأطفال الصغار، غتكون واحد المواكبة نفسية. تواصلنا مع الرئيسة ديال الهيئة اللي صراحة حتى هي يعني تألمت وتأسفت لما وقع للطفلة آية، واللي حالتنا على المساعدة الاجتماعية اللي هي جلسات مع الطفلة آية ومع الأم التي لم تكن لتلك اللحظة تعلم بأن البنت ديالها مغتصبة، فكان دور تلك المساعدة الاجتماعية أنها هيأتها وثم أخبرتها بما وقع لابنتها. في الشق القانوني الملف راه غادي في يعني غادي في الطريق الصحيحة ديالو، وأنه راه من يعني راه بين يدي قاضي التحقيق اللي غادي تكون واحد الجلسة، ومن بعد راه غادي هو سيقرر هل ستحال على المحكمة على القاضي أو أنه سيعمق البحث، هذا فيما يخص الشق القانوني.